أهلا بكم معنا من جديد. زيارة تاريخية يجريها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر يقطع بها حقبة من الخلافات استمرت أكثر من عقد من الزمن، عقد كامل من الانقطاع والتوتر بين القاهرة وأنقرة أدى إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بعد محطات من الخلافات توزعت بين عواصم عدة. فالمحطة الرئيسة لهذه الخلافات تمثلت في الدعم التركي السياسي والمادي لتنظيم الإخوان الذي تصنفه السلطات المصرية تنظيما إرهابيا، فضلا عن احتضان أنشطة التنظيم الإعلامية والسياسية على أراضيها عقب ثورة 30 من يونيو من عام 2013. لكن الخلاف المصري التركي انتقل إلى ملفات أخرى أبرزها ليبيا بعد الدعم العسكري التركي لكتائب حكومة الوفاق التي يشكل تنظيم الإخوان سوادها الأعظم، والتي ضمت في صفوفها عناصر حركات خرجت من رحم تنظيم القاعدة. وفي العام 2018 فاقمت محطة جديدة من التوتر من حلقات النزاع بين القاهرة وأنقرة بسبب بوادر خلاف على ثروة الغاز الكامنة في شرق البحر الأبيض المتوسط، وامتد ليشمل دولا أخرى مثل قبرص واليونان وليبيا، إذ أعلنت الخارجية التركية آنذاك رفضها الاعتراف بقانونية اتفاق وقعته مصر وقبرص عام 2013 للتنقيب عن الغاز في شرق المتوسط، وتحدث الجميع بتنفيذ خطط للبدء في أعمال تنقيب عن النفط والغاز شرقي المتوسط. لكن كل هذه الخلافات يبدو أنها طويت لتفتتح القاهرة وأنقرة حقبة جديدة من العلاقات والتوافقات سنتناولها في الجزء الثاني من حوارنا. إذن النقاش حول هذا الموضوع، نرحب الآن بضيفينا مباشرة. نرحب بضيفنا مباشرة من القاهرة دكتور عمرو الشوبكي مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ونرحب مباشرة أيضا من اسطنبول بالدكتور مهند حافظ أغلو الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا بكما معنا في المشهد الليلة. أبدأ معك دكتور عمرو الشوبكي هنا، هل يمكن أن نقول أن هذه الخلافات قد طويت صفحتها الآن وربما أصبحت من الماضي؟ نعم، مساء الخير عليك وعلى الدكتور مهند وعلى السادة المشاهدين. يعني نستطيع أن نقول أننا أمام نمط جديد في إدارة العلاقات المصرية التركية، وارد أن يكون فيه تباين في بعض الملفات، ولكنه يؤسس لمرحلة جديدة لا تدار فيها الخلافات بنفس الطريقة التي دارت في فترات سابقة، واستمر هذا التراشق لأكثر من عقد من الزمان. أعتقد الآن أصبحنا أمام مرحلة جديدة فيها احترام لخصوصية كل بلد. بلد مثل مصر لا يمكن أن تختزل في الإخوان المسلمين أو في تيارات الإسلام السياسي، ونفس الأمر العالم العربي. تركيا أيضا شهدت انتخابات فيها تنوع، وكان فيها طيارين بشكل رئيسي، وبالتالي التنوع والتباين ووجهات النظر المختلفة حتى حاضرة في داخل كل نموذج. وبالتالي المفروض أو يفترض أن نحترم التجربة السياسية لكل بلد وسيادتها. وإذا كان هناك تباين في بعض الملفات، وهذا أمر طبيعي، أو في بعض التقديرات السياسية، فهذا يجب أن يتم من خلال الحوار ومن خلال التواصل، خاصة إنه البلدين لديهم إرث ثقافي وحضاري مشترك لا تجمعهم، لا توجد بينهم أي مشاكل حدودية. العلاقات دائما بين مصر وتركيا هي علاقات على المستوى الثقافي والحضاري ممتازة، فيجب أن يساعد ذلك لتأسيس علاقات سياسية واستراتيجية جيدة. نعم، أنتقل إليك دكتور مهند حافظ أغلو. إذن هنا ربما بناء على كلام دكتور عمرو الشوبكي، يعني الخلافات هي لن تختفي، ولكن ربما طريقة التعامل معها ستكون مختلفة في الفترة القادمة، بالتالي كيف يمكن أن نرى أنقرة والقاهرة هنا تتعاملان مع نقاط الخلاف ما بينهما؟ صوت المساء استاذ رامي وجميع المشاهدين وضيف الكريم. أهلا وسهلا. يعني يبدو لي ان صحيح العلاقات الثنائيه يجب ان تذهب قدما نحو المزيد من التهدئه والمزيد من استمراريتها، ولكن الذي فرض عليها بشكل اساسي هو تحولات اقليميه مهمه على المستوى الامني. يعني لو لم يكن هناك طوفان الاقصى وسابع بن اكتوبر، لربما كنا قد تاخرنا في هذا اللقاء، لقاء القمة ما بين الرئيس أردوغان والرئيس السيسي في القاهرة. إذن الذي دفع
إلى هذا اللقاء أو لهذه القمة هي التحركات الإقليمية وليست التحركات الثنائية، بالرغم من أن هناك حاجة ماسة لهذا التعاون، ولكن أتى الأمر من خارج هذا المربع الاقتصادي العسكري السياسي وكذلك الأمني ليكون عاملا خارجيا يفرض نفسه بقوة على تحرك هذه الدولتين باتجاه بعضهما البعض. وهنا اليوم تركيا ليست معنية ببعض التصريحات الإعلامية أو بأن تسجيل نقاط من أتى إلى من، هل أردوغان ذهب إلى مصر أم أن السيسي ذهب إلى القاهرة إلى أنقرة. الأمر لم يعد في هذه في هذا الإطار. الأمر خطير وخطير جدا على المستوى الإقليمي، على المستوى الأمني بشكل مباشر. كل من مصر وتركيا تحاولان بالفعل إخماد هذه النار فضلا عن عدم وصولها إلى خارج الأراضي الفلسطينية. إذن نحن نتحدث عن محاولات لوضع خارطة طريق لعدم امتداد هذه النيران لا إلى مصر ولا إلى تركيا من خلفها لاحقا، سيما أن الذي يجمع هاتين الدولتين يعني هنا مصر وتركيا هو دعمهم للقضية الفلسطينية، ويعتبران عربان للقضية الفلسطينية وكلهم بطريقته. يعني مصر لديها أسلوبها الخاص في التعاطي مع القضية الفلسطينية، لذلك رأينا كما تفضلت في المقدمة بأن تصريحات إسرائيلية تضع اللوم على مصر فيما يجري من أحداث من 7 من أكتوبر. وكذلك تركيا لها إيقاع خاص بالتعامل مع القضية الفلسطينية سيما بعلاقاتها مع حماس، ولكن نحن اليوم أمام مفاصل إقليمية تفرض نفسها، وبالتالي محاولة هي كمحاولة أولى لإيجاد خطة طريق حقيقية تبدأ بخطوة أولى زيارة الرئيس أردوغان. ننتظر زيارة مقابلة لها للرئيس السيسي إلى أنقرة، ولكن على المستوى الثنائي دعني أكون واضحا، الأمر قد يكون على مستوى التصريحات جيدا ومفيدا وزخم فيه زخم كبير، ولكن أظنه سوف يحتاج إلى المزيد من الجهد والمزيد من التعاون، سيما فيما يتعلق بالحساسية المصرية في ملف الإخوان المسلمين. نعم، وتعود لك دكتور عمرو شوبكي، وحتى نعلق أيضا على ما أشار إليه دكتور مهند حافظ أغلو هنا، إلى أي مدى ربما دفعت الأوضاع المشتعلة نوعا ما في الشرق الأوسط بهذا التقارب التركي المصري في هذه المرحلة بالذات؟ طبعا يعني هذا كان عامل مهم ورئيسي، يعني هذا ربما منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وكان لموقف مصر وتركيا من هذه الحرب موقف متشابه، فكرة الحياد، رفض الغزو، وفي نفس الوقت عدم تبني وجهة النظر الأمريكية في مقاطعة روسيا وما إلى ذلك. ثم بعد ذلك جاءت حرب غزة والعدوان الإسرائيلي على القطاع واستهداف المدنيين بصورة يعني فاقت كل التصور، وكانت محل إدانة من العالم كله بما فيها مصر وتركيا. وبالتالي التحولات التي شهدناها في العالم سواء على المستوى الدولي فيما يتعلق بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وأعتقد هذه كانت البداية، ثم بعد ذلك جاءت عملية 7 أكتوبر، ثم بعد ذلك العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وجعل هناك بالفعل قراءة مصرية وتركية قريبة تماما، وبالفعل كل على طريقته. مصر بحكم أنها دولة حدود هي مجاورة لغزة، هي جزء من امتدادها الجغرافي والإقليمي، هي متداخلة بشكل مباشر مع طرفي الصراع. كلا البلدين يصنفان بأنهما دولتين معتدلتين، يعني لهم رؤية نقدية، لكن لا تصنف تركيا ولا مصر باعتبارهم جزء من محور الممانعة أو ما إلى ذلك. وبالتالي رغم موقفهم النقدي من جوانب كثيرة في المنظومة الدولية وفي الانحيازات الأمريكية لإسرائيل، إلا أنهما في النهاية استطيع أن يعني يؤثر إذا نسق جهودهم وما مارس ضغوطا حقيقية على الولايات المتحدة وعلى المجتمع الدولي في محاولة يعني هدنة، إتمام هدنة أو وقف إطلاق النار
كما يتمنى الجميع. نعم ضيفانا الكريمان، أرجو أن تتفضلا بالبقاء معنا لمواصلة النقاش، سنعرض بعض التفاصيل الإضافية ونعود إليكما لمواصلة الحديث بعد لحظات. إذن توافقات كانت نقطة تحول رئيسية فيها هي المصافحة بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والمصري عبد الفتاح السيسي في نوفمبر من عام 2022 في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك بفضل جهود قطر في إطار ما سمي بدبلوماسية كرة القدم خلال مونديال عام 2022، إذ شهدت العلاقات المصرية التركية بعد هذه الواقعة اتجاها متصاعدا نحو التطبيع، توج في يوليو الماضي برفع العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى السفراء، والتقى رئيسا البلدين مرتين خلال العام الماضي على هامش أحداث دولية، كما التقى وزراء ومسؤولون بارزون في البلدين مرة عدة. هذا التطبيع جاء مع وقف السلطات التركية لأنشطة الإخوان الإعلامية والسياسية في أراضيها، ومنع إعلاميين تابعين للتنظيم من انتقاد مصر، وتم إدراج بعضهم على ما يسمى بأكواد الإرهاب. مسار تطبيع العلاقات بين البلدين اكتسب دفعة قوية أيضا عبر ما بات يعرف بدبلوماسية الزلزال، فقد كانت المواقف التضامنية من جانب مصر دافعا إلى نوع من التقارب معها، خصوصا مع زيارة وزير الخارجية المصري للمناطق المنكوبة في جنوب تركيا واتصال الرئيس المصري بنظيره التركي. لكن كانت المحطة الأهم لهذا التقارب هو إعلان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قبل أيام تزويد مصر بطائرات مسيرة، فيما عدها الخبراء مؤشرا على تقارب متنام بين البلدين. فهل ستكون زيارة أردوغان الاستثنائية التي يرافقه خلالها ستة وزراء أبرزهم وزراء الدفاع والخارجية والتجارة والطاقة بيئة خصبة داعمة لتعزيز التعاون العسكري والأمني وتجاوز التحديات والخلافات السابقة؟ إذن من جديد نعود الآن لمواصلة الحوار مع ضيفينا، ولكن قبل ذلك نتابع هذا المقطع ثم نعود. مصر لدينا تاريخ وثقافة مشتركة مع مصر تتجاوز 1000 عام، بالقوات التي نستمدها من هذا التراث المتجذر، فإننا نسعى لرفع العلاقات التركية المصرية إلى المستوى الذي تستحقه، ونرى أن نفس الإرادة القوية موجودة على الجانب المصري أيضا. نعود إذن كما شرنا من جديد إلى ضيفينا، ونعود بالتحديد إلى اسطنبول مباشرة والدكتور مهند حافظ أغلو. ربما حتى بعيدا بعض الشيء عن الجانب الإقليمي لهذا التقارب التركي المصري، هناك من يقول أن هناك أسبابا حتى داخلية تركية لهذا ربما التغير في السياسة التركية، وهو حرص تركيا خاصة بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة على سياسة ربما تصفير المشاكل والعودة ربما حتى إلى مرحلة تركيا ما قبل 2011. كيف تعلق على ذلك؟ يعني صحيح هناك محاولة لتغيير السياسات الخارجية التركية، ولكن العودة إلى ما قبل 2015 هذا في الواقعية سياسية 2011 ربما قبل التغيرات التي حدثت في العالم العربي المقصود هنا. نعم قبل الربيع العربي مفهوم الأمر، يتجاوز هذا الربيع أو تجاوز هذه الفترة، المرحلة بكليتها مختلفة، تفرض إيقاعا معينا، وإن كانت يعني كل الدولتين مركزيتان وذات ثقل كبير في المنطقة ولا يستهان بثقلهما على الإطلاق، ولكن أن نقول بأنه تصفير مشكلات هذا الأمر يحتاج إلى سنوات أيضا لإثباته أو نفيه. يعني اليوم عقد من الزمن كانت فيه التوترات هي والقطيعة هي الحاضر الأبرز فيما بين الدولتين، لا يمكن وإن كانت صفحة جديدة قد فتحت وتكتب من جديد سطورها، ولكن هذا لا يعني بأننا سوف نذهب نحو علاقات متميزة بخطوات سريعة. دعك من المستوى التجاري، دعك من الملف الحاضر الأساسي الذي جمع الزعيمين، الملف القضية الفلسطينية والتطور في قطاع غزة، ولكن الأمر له أبعاد كبيرة وكثيرة، سيما في الملف العسكري والأمني. حاجة مصر لتركيا فيما يتعلق بالمسيرات أمر في غاية الخطورة، وهذا ربما عامل غير مباشر جعل من تركيا تذهب بهذا الوفد الرفيع على المستوى بقيادة الرئيس أردوغان لمصر، فضلا عن الملف الإقليمي الذي تحدثنا عنه، لتحقيق رغبات داخلية في سياسة داخلية وخارجية تركية، ولكن أيضا هناك رغبة مصرية داخلية بأن يكون الرئيس أردوغان هو الذي يزور مصر لإرسال رسالة في غاية الوضوح لحركة الإخوان المسلمين
بأن تركيا اليوم بطبيعة الحال معترفة بكامل الاعتراف برئيس السيسي، وأن تلك الحقبة قد انتهت وطويت للأبد، وهذا يعني بأنه لا عودة عن هذه النقطة. يعني ما جرى اليوم من لقاء قمة في مصر هذا يشكل رسالة واضحة للإخوان المسلمين بأنه لا عودة عن هذا الأمر، وأن علاقات ما بين تركيا ومصر سوف تتأمل أن تكون أكثر انفتاحا وأكثر توسعا، وهذا بطبيعة الحال ينعكس سلبا على الإخوان المسلمين. لذلك قد نجد تصريحات في الساعات القادمة أو تحركات من قبل الإخوان المسلمين لمغادرة تركيا أو لمهاجمة تركيا، قد يكون هذا الأمر واردا بقوة، لأن وصول الرئيس أردوغان إلى القاهرة ولقائه الرئيس السيسي هذا يعني بأننا يعني ربما للتوضيح فقط، هل يمكن أن نرى تركيا ربما تتخذ ربما خطوات أكثر حدة ربما ضدهم؟ المقصود بالإخوان المسلمين يعني هنا. نعم، تركيا اتخذت أصلا هذه الإجراءات بطريقة استباقية لترسل رسالة طمأنة وتأكيد حسن نوايا أنقرة تجاه القاهرة بأنها بالفعل تريد أن تعيد العلاقات ما بين الدولتين، سيما أنها كانت قد شابهتها بعلاقات مماثلة مع دول الخليج العربي ونجحت بذلك تركيا بنجاح مهما. اليوم هناك بعد أمني، وتركيا يهمها مرة أخرى ملفان أساسيان في العلاقة مع مصر فضلا عن المسيرات، الشرق المتوسط والمستوى الطاقي والملف الليبي بشكل أساسي، في حين أن مصر لديها حاجة مهمة لتركيا في ترتيب الأولويات تختلف ما بين كل من القاهرة ومصر. واضح. أعود إليك من جديد دكتور عمرو أشوبكي، هنا ربما لنتحدث عن المصالح المصرية بالتحديد وراء عودة العلاقات بهذا الشكل مع تركيا، هل ربما الأهم فيها الجانب الدفاعي في مسألة المسيرات أم حتى الجانب الاقتصادي، طالما أن هناك ربما على ما يبدو عودة استثمارية قوية لتركيا ستكون في مصر في الفترة القادمة، ماذا تعلق على ذلك؟ يعني أعتقد أنه الملف يعني الاقتصادي والتجاري ملف لم يتأثر بتدهور العلاقات السياسية أو بالتراشق السياسي الفترة الماضية. يعني صحيح أنه هذه العلاقات الاقتصادية لم تتطور بالصورة الكافية، يعني تقريبا بقيت على حالها أو تطورت بشكل بطيء، لكن على غير عادة كثير من التوترات السياسية التي كانت نشهدها في منطقة الشرق الأوسط كانت تؤدي إلى قطيعة اقتصادية في نفس الوقت، لكن هذا في الحقيقة لم يحدث. وبالتالي الآن المطروح هو أن يتم تعزيز هذه الشراكات الاقتصادية، الحديث عن مزيد من الاستثمارات التركية في مصر، بجانب أيضاً نفس يعني التصورات المصرية بالتفاعل أكثر فيما يتعلق بالملف الأمني، فيما يتعلق بموضوع المسيرات، فيما يتعلق بالجانب العسكري، وأيضا على الصورة الكبرى يعني على المستوى الجلوبال، على مستوى الصورة الأكبر بعيدا عن تفصيلة الإخوان المسلمين، التي في رأيي أنه يعني تركيا طوت هذه الصفحة، وكما أشرت في البداية العلاقات بين الدول لا تقاس على أساس التوجه الأيديولوجي لهذا النظام أو ذاك، الدول كلها تحترم سيادة بعضها البعض وعلى أساس المصالح والعلاقات السياسية والمصالح الاقتصادية بينهم. من هنا إذا خرجنا من هذه التفصيلة ونظرنا إلى الصورة الأكبر سنجد أن مواقف كلا البلدين من المنظومة الدولية، من التحيزات الغربية، من التدخل الغربي في شؤون تركيا أو مصر في بعض الأحيان، أنا في الحقيقة في بعض الفترات هذا التوتر في العلاقات قمت في بعض الأحيان بتحليل خطاب لمواقف البلدين من التدخلات أو الأمريكية في الشؤون الداخلية لتركيا في ملفات عديدة، وجدت تشابه كبير بين اللغة التي تستخدم في بعض الأحيان في مصر تجاه التدخلات الغربية والأمريكية وما يردد في تركيا على أكثر من ملف منذ قصة القس الأمريكي في تركيا، وهناك جوانب أخرى كثيرة. بالتالي أنا أرى أنه على المستوى الصورة الأكبر
هناك مواقف للبلدين لديهم علاقات شراكة وتحالف استراتيجي مع الولايات المتحدة، لكنهم يتمتعان بعلاقة طيبة مع روسيا ومع الصين ويحاولوا أن يصلوا إلى توازن. كل هذا أنا في رأيي عزز فكرة عودة. نشكركما جزيل الشكر على المشاركة معنا في هذا النقاش من القاهرة مباشرة، الدكتور عمرو الشوبكي مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ونشكرك أيضا جزيل الشكر على المشاركة معنا من اسطنبول دكتور مهند حافظ أغلو الأكاديمي والباحث السياسي.